اليوم رح نحكي عن إنجازات مهمة بالتعليم وخصوصا التعليم الافتراضي اللي ما قدر لا الزمان ولا المكان يمنع هي التجربة الرائدة من أنه هي توصل لطلابنا السوريين بكافة أنحاء العالم. ولما عم نحكي عن هذا النوع من المدارس فأكيد عم نحكي عن مدرسة أوغاريت الافتراضية. صحيح، اليوم سلمى رح نحكي عن هي التجربة الرائدة بالتعليم، وهي التجربة الرائدة بالتعليم عن بعد خاصة، وهي مدرسة أوغاريت الافتراضية اللي عم تبث المنهاج السوري عبر منصاتها التعليمية إلى مختلف أنحاء العالم، بحيث وبنفس الوقت أنه ولا طفل اليوم ينقطع عن التعليم والمنهاج السوري. وكمان المدرسة شهدت تكريم لطلابها بالفترة الأخيرة. رح نتعرف على كتير تفاصيل اليوم مع ضيفتنا الدكتورة لمى الحلاء، دكتورة في تقانات التعليم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، سعيد صباحكم. صباح الخير دكتورة لمى. يمكن سابقا تحدثنا عن أوغاريت الافتراضية بشكل عام ما بمحطات مختلفة، لكن اليوم عم نخص جمهور ومتابعين صباحنا غير بهذا اللقاء لحتى نعرف يمكن اليوم كثير من الأمهات، وبرنامجنا بالذات يحضر من الجالية السورية بالمغترب. نعم. واللي هي أنتم تعنوا فيها جدا وتهتموا فيها بمدرسة أوغاريت الافتراضية. خلينا نحكي شوي هيك بسيط قبل ما ندخل بالتفاصيل. نعم. شو بتقدم مدرسة أوغاريت؟ مدرسة أوغاريت طبعا هي مدرسة سورية خاصة بتدرس المنهاج السوري افتراضيا. طبعا هي أول مدرسة رخصت في محافظة دمشق، بتضم مختلف المراحل التدريسية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي بالفرعين العلمي والأدبي، طبعا إلى جانب المنهاج الفئابي. هلأ حضوي شوي بس على منهاج الفئابي، لكن كمان بدي أذكر أنه أوغاريت تنطلق اليوم بعام الدراسي الثاني بمخرجات كانت جدا نوعية من السنة الأولى، ونحن اليوم مثل ما ذكرتوا كان عندنا تكريم بنتائج الفصل الدراسي الأول، وإن شاء الله يا رب هيك منطلقين بقوة للقادم بإذن الله. بدي نوه بس على منهاج الفئة بي، لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك نحن الفئة المستهدفة اللي عنا هي بالخارج، وبالتالي في نسبة يعني مثلا من الطلاب يمكن انقطعت عن المدرسة أو ما قدرت تدخل للمدرسة ممكن سنتين أو أكثر. أحيانا البلدان اللي راحوا إلى ما قدروا يتأقلموا مع المنهج التعليمي اللي فيها 100%. فأي طفل انقطع لسنتين أو أكثر عن المدرسة، يعني أبدي طمن الأمهات يعني هن بالفعل هذا الأمر الشاغل يعني برا، كل طفل انقطع سنتين أو أكثر هلأ له الفرصة أنه يلتحق بالمدرسة بمنهاج الفئة بي. طبعا هذا المنهاج وفر على الطالب فاقد عمري وتعليمي، لأنه طبعا هو بيقوم على دمج كل سنتين بسنة واحدة. طبعا منهاج الفئة بي بيوازي منهاج الفئة ألف. شو يعني بيوازي؟ يعني الطفل يتعرض لنفس المنهاج اللي بياخده الطفل بالصفوف العادية، يعني صف الأول والثاني بتم دمجهم بالمستوى واحد نسميه مستوى أول بي. طبعا بيكون قائم على أنه يختصر جزء من الصف الأول والصف الثاني والتركيز على ما هو أساسي للطالب بهدول الصفين وبيتم اعطائه للطالب. طبعا لما بيخلص هي السنه الدراسيه بيكون الطالب هو حيحصل على جلاء بيوازي جلاء الصف الثاني لما يخلص منها بهذا الصف، وبالتالي نحن عمليا هون الطالب هو اختصر بدل مرحله التعليم الاساسي هي عباره عن 8 سنوات اللي بتلخص من الاول للثامن، الطالب فينه يختصره لاربع سنوات، يعني هو هون عم بيعود ما فات عمريا بالاضافه الى تحصيله المعرفي. في نقطة مهمة، إذا كان عمر الطالب بيسمح على أنه هو يعني يتوافق مع السن النظامي بيقدر يتحول من المنهاج ب إلى ألف بدون أي مشاكل، يعني هو خلص مستوى أول أو مستوى ثاني صار عمره طبيعي يوازي أقرانه كسن نظامي بيقدر ينتقل إلى منهاج ألف ويتابع بشكل نظامي. يعني ومن فترة كمان كان في حفل تكريم للطلاب بالمدرسة، وهلأ ضمن ريبورتاج رح نستعرض الطلاب يلي تكرموا بالمدرسة، وأيضا نعرض نتائجنا وكاميرا الإخبارية رافقت زميلتنا رشا خضور، ورح نتابع مزيد من التفاصيل ضمن هالريبورتاج. استكمالا لمسيرتها التعليمية في بناء جيل ناجح ومتطور، أقامت مدرسة أوغاريت الافتراضية حفلا تكريميا لطلابها الأوائل في الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 في مقر المدرسة بدمشق. تجربة رائدة، تعرف العالم الآن صار قرية واحدة كبيرة،
السوريين يعني سبب يعني ظروف كتير صاروا يعني في أرجاء العالم، فإنه تجمع السوريين على الفكر والمنهج والحضارة والثقافة السورية شيء كتير كتير مهم. فبنتمنى لهم التوفيق، منقدر شو بنقدر نساعد نحن. الأهداف واحدة بالنهاية، العلم وقراءة بالتحيان دائما، فإذا قدرنا نحن نساعد في هذا المجال فنحن نتمنى ونتشرف هذا. الحفل تضمن كلمات شكر وتقدير من مدراء وأساتذة المدرسة لطلابهم المتفوقين في الدراسة عن بعد، إضافة إلى تكريم دار الفكر للنشر لمساهمته وتعاونه في استكمال هذه المسيرة الرائدة. التعب يزول والإنجاز والتفوق يبقى. كل الشكر لطلابنا، بهنيهم الجهد والتعب يلي بذلوا اليوم يتوج بالتفوق والإبداع والتميز. بتشكرهم كتير وبتمنى لهم كل التفوق والإنجاز والإبداع والتألق. الحقيقة اليوم أنا كتير فخورة وكتير حاسة بشعور لا يوصف من خلال تكريمي طلابي الأوائل من خلال منصة أوغريت الافتراضية. أوغريت اجتمعنا فيها بالحب لننقل العلم بروح الفريق الواحد. إن شاء الله بإذن الله تعالى رح تكون أوغريت، نحن مع أوغريت بطلع للعالمية. خطوة هامة تأتي في سياق تطوير طريق العلم والوصول إلى كل طفل سوري مغترب، وأن لا شيء يقف في طريق العزيمة والنجاح. يعني مثل ما تابعنا دكتورة لما، يعني كتير مهم أول شيء هذا الشيء يصير. اليوم نحن مو بس عم نستعرض نتائج الفصل الأول، وعم نحكي أيضا عن شراكة مع دار الفكر وغيرها من التفاصيل المهمة. خلينا نحكي شوي كيف كان تقييم اليوم، كيف قدرتوا لتوصلوا لهالنتائج وخصوصا في عنكم أعداد هائلة ومن بلدان مختلفة؟ نعم، هو نحن لما بدك تحكمي على جودة أي عملية طبعا التقييم هو الحكم، الأداء على الواقع على الأرض. لا شك أنه مثل ما تفضلتي يعني هذا العمل نتيجة سنة ونص من الخبرة والتحديات وكونها تجربة أولى ورائدة، فأكيد في عنا كان تجربة معايير أولى وتانية وثالثة يعني خلال العام الماضي وإلى الآن نحن بتطوير دائم ومستمر. طبعا كونها مدرسة افتراضية فنحن آليات التعلم والتقويم أيضا كلها بتتم عن طريق المنصة بشكل إلكتروني بالكامل. طبعا العملية التعليمية نحن كمدرسة وكتربويين بالدرجة الأولى، هي صحيح مدرسة افتراضية لكن نحن بنسعى لتحقيق، خليني أقول لك، نحن نحاكي المدارس التقليدية بالاستفادة من كل يعني ما فينا نحن ننكر أنه أكيد المدارس اللي تعلمنا فيها كانت هي أكيد لها أثر كبير بشخصيتنا أكيد جو المشاركة بالصف تماما. فنحن أسقطنا الإيجابي من التجربة الماضية وعم نحاول نحاكي ببيئات التعلم الافتراضي. يعني البعض بيفكر أنه كمدرسة افتراضية ممكن مسألة الدوام فيها يعني تيمنا بجامعة الافتراضية ممكن فيها مرونة، يعني الطالب إذا حضر أو ما حضر مثلا، لكن هذا الموضوع نحن من أهم المعايير بالمدرسة هو تحقيق عنصر التفاعل ما بين الطالب والمتعلم. يعني احنا عندنا برنامج مدرسي يومي مثل أي مدرسة، حصص مضبوطة إلى وقت محدد، يفترض أنه الطالب يجب أنه يكون موجود داخل الحصة الدرسية حتى نحقق نتيجة التعلم يلي نحن نوصل له. لأنه يعني طبعا الطالب بالمدرسة مو مثل الطالب الجامعي، يعني هون صحيح. نحن بدنا تضل عملية متابعة، وهي العملية هي متابعة بشكل دائم من قبل المدرسة. يعني نحن في عنا متابعة للطلاب وتواصل مع الأهالي بشكل دائم. طبعا هي بالنسبة للتعلم. بالنسبة لعملية الاختبارات طبعا جانب كتير مهم اللي ذكرته بالمحاكاة انه في مهارات ايضا عند الطالب مفترض انه هي يتم تقييمها. يعني نحن العرف السائد ايضا انه بالمدارس الافتراضية هي اسئلة مؤتمتة، وانه الطالب مثلا ممكن تتراجع مهاراته بالكتابة او بالقراءة او المهارات اللي هي بتتطلب جانب حسي عند الطالب. فنحن كمان كنا حريصين جدا بالمنصة وضمن خطة التطوير انه هي المهارة يتم استهدافها عند الطالب، لا سيما الطفل يلي هو بالمراحل الاولى المبكرة. الطفل الاول عنا بده يطلع بيعرف يقرأ ويكتب، فهذا كان تحدي صراحة انه تقدري توفري هي الادوات انه تقيمي فيها حتى مهارة الكتابة عند الطالب. يعني انا مثلا تعرفي نحن عنا املاء وخط، يعني هذا له درجة تخصص للطالب طبعا. فأنا كيف بدنا نضمنها ضمن الاختبارات؟ كانت في خطة تطوير
وإلى الآن ما زلنا عم نشتغل عليها، والحمد لله قدرنا نوصل لنتائج جدا موضوعية. يعني نحن باختباراتنا اليوم عنا نمط الاختيار المتعدد، عنا الكتابة الإلكترونية، عنا الكتابة اليدوية، قادر الطالب طبعا يوثق هذا أداؤه على المنصة، وكل نتائج طلابنا موجودة على المنصة بعلاماتهم بكل موضوعية. يعني النتائج عنا كلها موثقة على البيئة. طبعا التقييم إجا من الواقع ونتيجة جهود متواصلة بالأمانة. وعن طريق كمان أنا يعني شاشتكم الكريمة بدي وجه تحية شكر لأسرة أوغاريت بالفعل على جهودها الكبير صراحة، من معلمين وإداريين وحتى أولياء الأمور، هن شركائنا بالنجاح، وكان لهم كمان الدور الكبير معنا بانطلاقة أوغاريت إلى الآن. فلولا هي الجهود لما كنا قدرنا نوصل لهون الحمد طبعاً لله. طبعاً كمان اليوم دكتورة لما مدرسة أوغاريت مو بس عم تتابع مسيرتها التعليمية للطلاب، وأيضاً عم تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي لإلهم. كيف ممكن عم يتم الاهتمام بهي الجوانب خصوصا بفترة كمان التعليم بنفس الوقت؟ نعم طبعا كمان مدرسة الافتراضية بتحطنا خليني لك بوضع يمكن مختلف شوي عن باقي المدارس، اللي هو اختلاف البيئات. يعني احنا بحكم منفتحين على كل الدول وكل الثقافات، مثلا ممكن تلاقي في تباين مثلا من طالب لطالب ومن أسرة لأسرة، وبالتالي ممكن تنشأ عندك بعض الأمور اللي لها علاقة طبعا بالتواصل، نحن كبيئة تواصل. فهذا أحد أهم الجوانب اللي بنستهدفه نحن بالإرشاد، بالإضافة إلى نحن مثل ما حكيت كتربويين بالدرجة الأولى نسعى مو بس إلى التحصيل المعرفي بالمدرسة، نسعى لبناء شخصية الطالب. طبعا شخصية الطالب أنا حتى نمي، أنا بدي نمي طبعا مهاراته اللي بنستهدفها بالأنشطة، ومننمي أيضا المهارات الشخصية، احترام الآخر، تعبير عن الرأي. طبعا هي كلها بتكون وفق برنامج، طبعا نحن مخصص لأنه برنامج إرشادي. طبعا هن أكيد المشرفين قائمين مختصين في بهذا المجال. أول شيء طبعا بيكون أنه نحن عم نستهدف كل وقت بحسب خصوصيته. يعني عنا مثلا نحن فترة امتحانات بيكون التدخل جماعي طبعا للطلاب، كيف يعني نظموا عاداتهم الدراسية، كيف نتعامل مع القلق والرهبة من الامتحان، لا سيما أنه فكرة التعلم عن بعد عند البعض لهلأ هي هاجز، أنه كيف صحيح. أنا بدي أختبر إلكترونيا، كيف بدي أتعامل مع الاختبار الإلكتروني. فهي العملية كلها بيتم إرشاد الطلاب عليها. نحن طبعا عنا جولات صباحية يومية بتقوم فيها المرشدة النفسية بتواصل بالدرجة الأولى مع المعلمين، أي مشكلة طبعا هي بيتم رصدها، نقاش طبعا كيف ممكن نحن نتعامل معها. بتشتغل على محور مثل ما حكيت أنه جولة تدخل صباحي عفوا بيكون جماعي، وبعض الأحيان إذا اضطر الأمر طبعا بنلجأ إلى التدخل الفردي لما بتكون مشكلة تتعلق بطالب واحد أو بظرف معين. طبعا هذا محور، وإلى جانب التواصل مع الأهل، يعني مثل ما حكيت هنين شركائنا بالبيت، وبالتالي أنه العملية هي ما بتتم من مصدر واحد، فضروري كمان هي بتنسق المرشدة أيضا مع أولياء الأمور، نحطهم بضوء المشكلة كيف نتعامل معها ونسيطر عليها. والحمد لله حتى نحن قرابة من الطلاب لدرجة أنه بعض الطلاب بيشاركونا بعض الأمور الشخصية الخاصة فيهم، يعني من باب مساعدتهم هن قريبين منا لهي الدرجة. طيب دكتورة خلينا نحكي عن فكرة مهمة. اليوم بعض الطلاب بيكونوا بيعانوا من صعوبات التعلم. اليوم بعض الدول بتاخذ منهج انه لا التفاعلي، لازم الطالب نعلمه ندخل له اللعب عن طريق التعلم او التعلم عن طريق اللعب، قدمهم لصعوبات التعلم. اليوم التعلم عن بعد، كيف بيتم التعاون بهذا الشيء مع الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم؟ طبعا ذكرتي وضويتي على نقطة كتير مهمة مشكورة اللي هي صعوبات التعلم. بالفترة الأخيرة صرنا نشوف هيك بعض يعني خليني أقول الضعف بمجال معين عند بعض الأطفال، نتيجة أنه هي بالفعل احتياج حقيقي. يعني أنا استقرأنا من الواقع، فتم العمل على إطلاق خدمة نحن يعني مع الفصل الثاني وبداية يعني العام الحالي، هي خدمة الاستشارات التربوية اللي بتستهدف بالفعل الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم. لكن شو يعني صعوبات تعلم؟ يعني أنا كولية أمر عم بسمع شو يعني، أنا كيف بدي أعرف أنه ابني بالفعل عنده صعوبة تعلم أو لا؟
يعني الطفل اللي عنده صعوبات تعلم هو فينا نسميه هو ليس بطيء التعلم ولا هو عنده خليني اقول لك قدراته ضعيفه، لا هو طالب عنده مشكله. طبعا نحن صعوبات التعلم هي اما نمائيه او اكاديميه، ونحن اللي عم نحكي عليه هو هلا الاكاديمي، يعني اللي بيتعلق بالمواد العلميه الاساسيه اللي هن القراءه والكتابه والحساب. طبعا هدول المهارات الثلاثه. طالب بصعوبات التعلم بيكون هو ما بيقدر يمشي مع زملائه بالصف بنفس السرعه، تمام؟ فهون انا بصير التدخل، هو بحاجه الى جلسات داعمه، يعني كيف مثلا نحن بمرحله اكبر بنسميها دروس خصوصي، هو تماما نفس بتجي نفس المعنى انه هذا الطفل الذي يحتاج الى دعم، تمام، حتى خليني اقول رمم الفجوه ما بين يعني كسرعه اداء ساوي انا ارفعه ليوصل بنفس الوتيره مع زملائه بالصف، تمام. طبعا هي الخدمه او هي الاليه نحن بنمشي فيها وفق الخطوات الاتيه. طبعا القائم على هي الخدمه هو اكيد اختصاصي بالتربيه الخاصه، يعني اكاديمي بالمجال. اول شيء بيتم الان نحن بمرحله استقراء الواقع ودراسه الاحتياج، يعني من خلال راي المعلم بالدرجه الاولى، اثنين زيارات طبعا ميدانيه خليني اقول لك انه نحن ملاحظه اداء كل طالب داخل الموقف التعليمي، حتى طبعا من قبل مختصين انه حتى حدد ايه هذا الطفل بالفعل عنده صعوبه تعلم، طبعا وفق خطه اكيد تم وضعها مع معلم الصف. المرحله الثانيه بعد ما حددنا الاسماء بيتم التواصل مع الاهل، نحن في عنا مثلا هي الحاله لاحظناها، حيكون في عنا اول شيء كشف اولي او تقييم اولي للطالب اللي هو مثل خليني اقول لك استقراء لحالته. وهون بدي نوه لفكره انه ما في حاله بتشابه الثاني، هون ما في عندي انا خطه واحده رح طبقها على كل الطلاب، ممكن طالب عنده مثلا صعوبه بالقراءه فقط، ممكن طالب بالثلاث مواد مع بعض. هذا الشيء بيتطلب انه انا احط خطه فرديه، طبعا هي الخطه بتكون بتناسب هذا الطفل، بتناسب خصائصه، سرعته بالتعلم، امكانياته هو الخاصه من خلال المشرف المختص وبالتنسيق مع الاهل، تمام. وبعدين هي الخطه حيكون اكيد لها وقت محدد لنقدر نحدد فيها الاهداف المرجوه من الطالب بهي المرحله. طبعا طيب دكتوره خلينا قبل ما نوصل على الختام باخر كم دقيقه مع حضرتك نحكي عن المبادره، مبادره اوغاريت تقرا اللي هي مبادره هادفه بين اوغاريت ودار الفكر، كيف كان انعكاسها على الطلاب وشو نتائجها ممكن تكون؟ نعم، مبادرة أوغاريت تقرأ هي مسابقة أطلقتها طبعا مدرسة أوغاريت بالتعاون مع دار الفكر. مثل ما ذكرت نحن نعتني كثير بمهارات الطالب بوقت نحن كل وقته مزدحم بالتقانة والتكنولوجيا، حتى نحن بين قوسين مدرسة افتراضية وتعامله بشكل مطلق مع التقانة، نحن يعني بدنا ننمي العلاقة خليني أقول لك بين الطالب والكتاب، لأنه هي علاقة بالفعل صحية، غير أنه هو طبعا القراءة أنه نكسب الطالب هي المهارة، مهارة القراءة مثل ما بنعرف هي مفتاح الوعي والمعرفة وكل العلوم. فالانطلاقا من طبعا هذا الهدف الأساسي كانت طبعا هي المبادرة بالتعاون مع دار الفكر. طبعا دار الفكر هي مؤسسة خليني أذكر رائدة بهذا المجال، كان لها يعني هي العديد من المسابقات على داخل سوريا ضمن المدارس، لكن كأول مدرسة افتراضية بنكون نحن معها بهي المبادرة. نحن هلأ الآن بصدد إطلاق تفاصيل المسابقة، رح يتم طبعا الإعلان عنا من خلال خليني أقول لك معايير محددة ولتكن مثلا عدد صفحات معينة، تمام، خلال فترة محددة، وبيتم بعدين بالنهاية التكريم. بس هون كيف حيكون التعاون بيننا وبين دار الفكر؟ مشكورين طبعا دار الفكر رح تقدم لنا خليني لك مجموعة من الكتب اللي هي بتكون ريليتد مع كل فئة عمرية لأنه بحسب خصائص العمرية لكل مرحلة. طبعا ونحن مثل ما حكيت انه رح يكون في عندهم من قبلهم مشرف يجي لعنا على المدرسه يرشد المعلمين المرشحين من قبل المدرسه لانه هن يشرفوا على الطلاب. طبعا القراءه هي مثل ما حكيت هي ليس الهدف منها هي الكم فقط، الكم يعني انا في عندي عدد محدد مين حيوصل يحقق هالتارجت هو الرابح، لا رح يكون في عنا نحن مناقشه وتلخيص لكل كتاب تم قراءته او العدد الصفحات من خلال مشرفين هن
المدرسين وتحت إشراف دار الفكر. طبعا من خلال حصص أسبوعية بتكون مخصصة لمثلا طلاب شو أنجزوا خلال هذا الأسبوع، بتم مناقشتهم مع المشرف معهم تلخيصه، ومن ثم طبعا حصيلة الملخصات أو ما أنجزه الطالب سيحال للجنة التقييم والتحكيم طبعا من قبل دار الفكر، وهي أكيد لجنة متخصصة كمان بهذا المجال، ومن ثم هي يعني تنتقي أفضل ثلاث طلاب بناء على أدائهم، وبحيتم تكريم الطلاب بإذن الله بحفل افتراضي، وحنقدم أكيد جوائز مالية للطلاب بالإضافة إلى تابات كجانب خليني أقول لك تحفيزي للطالب، لأنه صحيح. هذه المسابقة ستتبع إن شاء الله أيضا بسلسلة من المسابقات الأخرى اللي بتستهدف طبعا ممكن كتابة القصص القصيرة الشعر، لأنه طلابنا في عندهم هي المهارة، لكن نحن بدنا نحاول أنه هيك نطوعها ونحطها بمكان الصحيح. كان في تفاعل حلو يعني من قبل الطلاب لهي المبادرة؟ نعم جدا الحمد لله، وعما قريب إن شاء الله يعني نطلقهم على النتائج. أكيد أكيد رح نواكب هذا الشيء. بالختام بدي أتشكرك دكتورة لما، وأتشكر أكيد كل فريق مدرسة أوغاريت الافتراضية على الجهد المبذول لحتى تكون بسوريا هاي التجربة الرائدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير، شكرا لك دكتورة لما، وأكيد كل التوفيق لك وللمدرسة وللطلاب أكيد. شكرا لك.